السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على هذا بيفاجين. هذا مضاد فطري قوي، كيستخدموه بشكل اساسي في علاج الالتهاب المهبل، يعني الحكه المهبليه. هذا راه زوين بزاف، كيستخدموه حتى الرجال كذلك في علاج الالتهابات والفطريات اللي كتكون في الجلد، يعني ما بين الافخاد، الفطريات اللي كتكون ما بين الاصابع. كانوا بزاف الناس سولوني شنو هو البديل ديال كانسين حيت تقطع، وجربت هذا. يعني اي حاجه كنحطها لكم فلاشين، يعني حتى كتكون يعني عن تجربه، باش الانسان الا هضر على شي حاجه يكون يعني مجربها، واش زوينه واش خايبه. هاد بيفاجين زوين بزاف. هذا كانسين يعني واخا كيعالج الالتهابات، يعني فاش كتجلس واحد المده ديال 6 شهور ولا يقدروا يرجعوا لك. هذا بيفاجين راه زوين بزاف. كنستعملوه، يعني كنستعملوه 2 المرات، مره في الصباح ومره في العشيه. اللي عندهم المهبل ديالهم يعني ملتهب من الداخل ياخذوا التحاميل. راه كاين التحاميل وكاين المرهم. واحد السيده يعني من العائله قالت لك الزوج ديالها استعملوا في، كان جاه البرق في الوجه ديالو في العنق ديالو، واستعملوا وكانت النتيجه زوينه وما رجعلوش. يعني كان عانى منه واحد مده طويله، يعني شحال ديال الادويه جربهم وحتى حاجه ما جات معاه. وفاش جرب هاد بيفاجيل كانت يعني مشالو النتائج زوينه. قلت علاش لا، يعني ما نشاركش معكم هذه المعلومه. يعني هذا راه كيصلح بفاجين البهق، الفطريات الجلديه، وكيصلح الحكه اللي كتكون في المهبل. كنستعملوه 2 المرات، الثمن تاعو ما كيتعداش 30 درهم. شكرا لكم البنات بزاف. ما تنساوش يعني تدعمونا بجيم لا فيديو، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف.